اهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم طريقه الكريب الصيامي الحلو اللي انتوا شايفينه في الصوره دوت بالحشوه اللي تجنن دي، للناس اللي بتاكل، للناس الفيجن دوت اختيار حلو جدا، للناس الصايمه دلوقتي برضو اختيار ممتاز. يلا نبتدي مع بعض ويا رب يعجبكم. بس اهم حاجه ما تنسوش تسبسكرايب لايك كومنت اند شير مع بعض. دلوقتي في الكريب هنعمل ايه؟ هناخد، انا الكاميرا ما كانتش بتصور، فانا حطيت هنا كوبايتين من الدقيق، 3 كوبايات ميه، و3 معالق زيت كبار، وفلفل اسود وملح بس، وهقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتقلب كويس جدا جدا، هو هيبقى خفيف شويه فاحنا عايزينه كده عشان الكريب يبقى يعني هتشوفوا منظره بالظبط دلوقتي وانا بعمله. حطيت الملح، حطيت الفلفل، وهقلب تاني كويس جدا لغاية ما اوصل للحاجة اللي انا عايزاها. ودلوقتي انا حطيته في الطاسة دوت منظره، يعني ممكن تحمروه شوية لو عايزين، او ممكن تحرقوه برضو لو انت عايز او ممكن تخلوه بس يعني اول ما يستوي تشلوه. هو بالمنظر ده هنا كده شايفين، يعني بحاول اغطي الطاسة كلها عشان يبقى رفيع خالص. وبكده انا خلصت كل الكريب، هحطه على جنب وهبتدي معاكم بخطوة خطوة في الحشوة اللي هعملها الفيجن الصيامي الحلوة. دلوقتي انا جبت بصلة بشرتها وفرمتها يعني، وحطيتها مع معلقة كبيرة زيت، وحمرها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد ما البصلة كده تكون بقت حلوة كده زي ما انتوا شايفين، حط حبة طماطم وهخليهم يستووا شوية برضو مع البصلة ياخدوا راحتهم. هما بياخدوا راحتهم لكن انا ما باخدش راحتي عشان انا ما بحبش اقعد ابدا، ما اقدرش اسيب حاجة على النار، لازم ببقى واقفالها طول الوقت. فدلوقتي هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. دلوقتي بقى هدخل بالفلفل الالوان، عندكم فلفل اخضر، عندكم فلفل الوان، اي فلفل وخلاص. وابتدت كده تحلو. ودلوقتي انا حطيت المشروم، قطعته صغير جدا جدا وحطيته، وهخليهم يستووا مع بعض كويس. وحطيت البهارات، هتبقى عباره عن ملح، فلفل اسود، وكمون على حسب الرغبه اكيد. ودلوقتي قدامنا الكريب، هحط فيه الخلطة السحرية اللي عملناها، ما بقتش سحرية anymore بس يعني سخنة وجميلة كده. وكده ايه بقى السندوتش الصاروخ عملناه. ونقطع بالمنظر الحلو ده. خليهم يسمعوك يا ابني، تصدقني لا سايبه حلاوته حلاوته، الله الله على الجمال. وبالمنظر الحلو ده نقدر نقدم الكريب بالحشوه الجميله. شكرا ليكم، ما تنسوش سبسكرايب يا جماعه.